العلاج بالمساخن يساعد أيضا على التمثيل الغذائي. مهم جدا أن الأطعمة التي نتناولها مثلا الآن الحلويات، المأكولات الغذائية، المشروبات، هذه كلها تدخل لجسم الإنسان، يقوم الجسم الإنسان في عملية كسرها. هي هناك أنزيمات، مواد بروتينية وظيفتها فقط في عملية هضم الأطعمة، كسر هذه الأطعمة. كيف تقوم هذه الأنزيمات في عملية كسر المواد البروتينية إلى أحماض أمينية في بناء الأجسام وكذلك إنتاج طاقة للخلايا، ونكسر المواد الكربوهيدراتية إلى إنتاج السكروز أي سكر الدم، ومن ثم كسر مرة أخرى لإنتاج طاقة للخلايا، وكذلك المواد الدهنية في عملية كسر الدهون إلى أحماض دهنية، ومن ثم كسر مرة أخرى أحماض الدهنية لإنتاج الطاقة للخلايا. لذا مفيد هذا كلها، فبالتالي العلاج بالمساخن وغذي الخلايا يغذي الأنزيمات بهذه الوقود الطبيعية، المغذيات الأساسية للأنزيمات في تفعيل أنزيمات كسر هذه المواد، وبالتالي للحد من مشاكل تتعلق بالتمثيل الغذائي. يساعد على مشاكل العظام مثل الروماتيزم، متعلق بالفيتامين د وزيادة السماكة غشاء اللي في للعظام، والأخير اقتصار يعني غصن الشجر إذا قصيته وتركته بعد فترة ومن ثم تلويها تنكسر. لماذا؟ لأن النقص فيها المواد الغذائية الأساسية ومن بينها الماء. لذلك الطفل طاح كما ينكسر بسهولة، عظام الطفل بسهولة تعالج بشكل سريع يعني، فمن صعب الطفل ينكسر مقارنة بالشخص بالغ في السن. والشخص البالغ في السن أيضا نتيجة نقص الشديد لفترة طويلة من الزمن لهذه العناصر المغذية لجسم الإنسان، وهي بالتحديد موجودة بشكل استثنائي ولا توجد وسيلة أخرى إلا العلاج بالماء الساخن، وبالتحديد الماء، الطاقة، الهيدروجين والأكسجين. يساعد شبه الماء للحد من مشكلة قصر النظر، وليس طبعا قضاء على الكامل. أنا لما بدأنا بالعلاج ببخار ماء ساخن ونزلنا أيضا في الحلقة، كانت النظر عندنا وصل لدرجة إلى 5.5 واليسرى 4.75 سالب. تحسن النظر بشكل كبير جدا، وصل الآن منذ بدأنا العلاج ببخار ماء ساخن، نحن بدأنا بعد ما خلاص النظر كانت يعني وصلت هذه المرحلة نقص بشكل شديد. حتى الآن أكثر من 8 سنوات بقي على 4.5 و3.75، أي نقص بشكل كبير، وبالتالي يساعد للحد من مشكلة النظر أو تخفيف النقص النظر، تحسين النظر. وباختصار يساعد على تصفية القرنية من الطبقة التي تؤثر في استيعاب الأكسجين من الغلاف الجوي، لأن القرنية تعتمد على الأكسجين من الغلاف الجوي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشره على معارفك ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين. فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا، فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري.